تحية طيبة مشاهدينا الكرام، أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. بداية، تلقى رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون مكالمة هاتفية من نظيره رئيس الجمهورية الفرنسية السيد إيمانويل ماكرون، تطرقا من خلالها إلى العلاقات الثنائية ومسائل ذات بعد جهوي ودولي. وقد عبر سيد الرئيس خلال هذه المكالمة عن بالغ قلقه إزاء تطورات الأوضاع في فلسطين المحتلة، لا سيما في غزة. كما تطرق الرئيسان إلى الآفاق الاقتصادية المشتركة التي تعود بالمنفعة على البلدين، لا سيما الفلاحة، الطاقة والأتربة النادرة وصناعة السكك الحديدية. وفي الأخير، اتفق الرئيسان على الزيارة الرسمية التي سيؤديها السيد رئيس الجمهورية إلى فرنسا، والتي ستكون مع نهاية شهر سبتمبر وبداية أكتوبر، على أن يحدد تاريخها الرسمي لاحقاً. عقد أمس مجلس الأمن الدولي جلسة خاصة بطلب من الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وفرنسا حول الاعتداءات الجنسية المترتبة عن النزاعات تحت بند الوضع في الشرق الأوسط، بما فيه القضية الفلسطينية. سفير الجزائر بمجلس الأمن عمار بن جامع أكد في كلمته رفض الجزائر لكل هذه الانتهاكات ضد الفلسطينيين في سجون الاحتلال، مطالبا بمعاقبة المسؤولين عنها في حدود القانون وإجراء تحقيقات كاملة بكل جدية واجتهاد. أود أن أؤكد على الموقف المبدئي لبلد الجزائر. لا أحد، رجلا كان أو امرأة، بغض النظر عن دينه أو أصله، أن يتحمل أهوال العنف الجنسي. ومثل هذه الأفعال مدانة بوضوح في ديننا، ويجب أن يواجه المسؤولون عنها عواقب وخيمة في حدود القانون. من الضروري إجراء تحقيقات كاملة في حوادث مثل هذا النوع بمنتهى الجدية والاجتهاد. كما نأمل أن يتم منح السيدة باتن الإذن بزيارة العديد من مراكز الاحتجاز، حيث يتم انتهاك حقوق الإنسان للفلسطينيين. يوجد أكثر من 3484 معتقلا إداريا محتجزا دون محاكمة، كما أن وجودها في قطاع غزة كان سيتيح لها أن تشاهد بشكل مباشر حجم الاعتداءات الجنسية التي يتعرض لها الفلسطينيون من قبل قوات الاحتلال ونقلها إلى المجتمع الدولي. من شأن هذه المشاركة أن تساهم في رفع مستوى الوعي حول التحديات التي يواجهها الفلسطينيون. في التعاون، شاركت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة كوثر كريكو في افتتاح أشغال الدورة 68 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة التي انطلقت أمس وتدوم إلى غاية 14 مارس الجاري. وستناقش الدورة موضوع تسريع تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات من خلال مكافحة الفقر وتعزيز المؤسسات والتمويل من منظور النوع الاجتماعي. وستلقي الوزيرة كريكو كلمة الجزائر خلال الفعالية المنظمة من طرف الجامعة الدول العربية بعنوان كسر القيود، سعي النساء في غزة للحياة. في تطورات الوضع بغزة، تواصل قصف الاحتلال الهمجي على منتظري المساعدات الغذائية ومنازل المدنيين، ليرتقي فجر اليوم 7 شهداء ويصاب 20 آخر بجروح في قصف عمدي طال العشرات الفلسطينيين كانوا بانتظار مساعدات غذائية قرب دوار الكويت جنوب شرقي مدينة غزة، التي استشهد فيها قبل ذلك ما لا يقل عن 16 مدنيا في قصف استهدف منزلا بحي الزيتون. كما تركز القصف الجوي على بيت لاهيا وبيت حانون شمالي القطاع، بموازاة قصف مدفعي على مخيم المغازي في الوسط ونواحي عبسان الكبيرة وخزاعة بخان يونس وجنوبا.
وزارة الصحة في القطاع أعلنت ارتكاب الاحتلال لسبعة مجازر راح ضحيتها 67 شهيدا و165 مصابا خلال الساعات 24 الماضية. في غضون ذلك ارتقى شاب فلسطيني شهيدا بطول كرم في الضفة الغربية متأثرا بجراحه. إذن وفي مستجدات الوضع دائما بالأراضي الفلسطينية المحتلة استشهد وأصيب العشرة اليوم في قصف مكثف للطيران الحربي والقصف المدفعي للاحتلال الصهيوني على قطاع غزة برفح وشرق خان يونس وجنوب مدينة غزة، لترتفع بذلك حصيلة العدوان إلى 31,112 شهيدا وما يزيد عن 72,700 جريح. يأتي هذا التصعيد في وقت استقبل فيه الفلسطينيون شهر رمضان وسط أزمة إنسانية خانقة. مراسلنا من غزة وسام أبو زيد. في ظل ظروف إنسانية قاسية استقبل الشعب الفلسطيني أول أيام شهر رمضان الكريم تزامنا مع دخول الحرب شهرها السادس واستمرار الغارات الإسرائيلية. ما حسناش في أجواء الشهر الفضيل بسبب المكان اللي احنا فيه مش نفس المكان اللي عشنا فيه رمضان الفات، ولا الناس اللي عايشين معها كانوا موجودين معنا اليوم مش موجودين. فشهر رمضان يطل على الفلسطينيين وقد تغيرت عليهم تفاصيل الحياة وتقطعت السبل بين الكثير من العائلات الفلسطينية بعضها بعضا، وأصبح من الصعوبة الحصول على الاحتياجات الأساسية أو توفيرها لأكثر من 1.5 مليون فلسطيني نازح بمدينة رفح جنوب القطاع. الناس حاليا تعاني من أوضاع صعبة، ما فيش حدا لاقي، مش عارف ايش الواحد يجيب فطور لأهله، ايش كيف ناس تدبر حالها، المية حاليا ما فيش مش متوفرة. ورغم الألم إلا أن النازحين بالخيام قاموا بتعليق زينة رمضان ليحافظوا على طقوسه بأقل الإمكانيات الممكنة علهم يغيرون من تفاصيل حياتهم أو نفسية أطفالهم التي لطالما أنهكها الاحتلال الإسرائيلي. شهر رمضان بضل شهر رمضان، ما بتغيرش من الأجواء، حتى الصغار عندي صار يحطوا زينة ويعلقوا زينة ومبسوطين بأجواء رمضان. اليوم الحمد لله ولا شيء موجود ولا شيء متوفر، كل يعني اذا بتشوف هيك كله عمايل ايد، الصغار بدهم يفرحوا حالهم، الصغير ايش بده يفهمه في الحرب، هذا الصغير بده يفرح. فعلى مدار 5 أشهر من العدوان الاسرائيلي تحلى الفلسطينيون بالصبر والصمود في ظل ظروف انسانيه قاهره، واليوم يستعدون لصوم شهر رمضان الكريم بامعائهم الخاويه. وسام ابو زيد، التلفزيون الجزائري، فلسطين. عودة إلى أخبار الوطن. وفي إطار عمليات الرقابة اليومية وخصوصا خلال الشهر الفضيل، خصصت مديرية التجارة وترقية الصادرات بولاية عين تيمشنت خرجات ميدانية للوقوف على مدى احترام قرار تخفيض الأسعار لمحاربة كل أشكال المضاربة وضمان الوفرة في السوق. صوفيا العجون. أمام ارتفاع الطلب على المواد واسعة الاستهلاك خلال شهر رمضان، تتنافس هذه المحلات والأسواق بولاية عين تيمشنت على عرض تشكيلة واسعة من المنتجات، منتجات تخضع جودتها وأسعارها إلى رقابة لاقت استحسان المواطنين. كل شيء موفر وكل شيء كاين الحمد لله، وربي يخلينا الرئيس تاعنا. أسعار ريزونابل برابو العام اللي فات، راه كاين الحياه، الزيت راه كاين، السكر كاين، كلشي راه كاين. الغايه المسكين ياكل، راك تشوفي هنايا الناس راه غاديه وجايه، راهم يجوا من كل البلاد. وراه كاين هنا اللحم يعني اللي جابوه من الخارج ب 120,000، مليح الدجاج راه من هنا ب 39,000 الحمد لله. وقفنا على قيم التجار باحترام توصيات وزاره التجاره والتي تتعلق بتجسيد تخفيض يقدر ب 10% مست اغلب المواد الغذائيه الواسعه الاستهلاك. جهود انعكست إيجابا على المستهلك وستبقى متواصلة قصد محاربة كل أشكال المضاربة خلال أيام الشهر الفضيل. التجار نوفروا لهم كاع السلعة، الزيت كاين، كلش كاين، المواد الغذائية. سنويا رانا أسواق الجيران نتوجن الممولين، رانا نتوجن نشاركوا فيها أسعار مدعمة ورخيصة للمستهلك. في هذا الشهر رمضان المبارك قمنا بتخفيضات مليحة، الحمد لله تلقينا استقبال كبير. حوالي 85% من الموظفين التقنيين تم تسخيرهم لمتابعة مراقبة السوق
والمنتوجات على مستوى ولاية عين تيمشنت. هكذا هو المشهد بولاية عين تيمشنت، وفرة في السلع تسهل من مهمة المواطن في اقتناء ما يريد أثناء شهر الصيام. وبمناسبة شهر رمضان الكريم، نظم الهلال الأحمر الجزائري مائدة إفطار لعابري السبيل بساحة أول ماي بالعاصمة على غرار العديد من النقاط الموزعة عبر مختلف ربوع الوطن، وهي صورة تترجم مظاهر التكافل والتضامن خلال الشهر الفضيل. وفي نفحات إيمانية مباركة أقيمت أمس أول صلاة تراويح بجامع الجزائر وسط إقبال كبير من المصلين رجالا ونساء تدبروا فيها تلاوات عطرة لأحسن القراء. المزيد من التفاصيل مع عبد السلام حباس. في أجواء روحانية مفعمة بالخشوع والإقبال على سنة التراويح، جمع غفيرة من المصلين كبارا وصغارا جمعهم جامع الجزائر. جيت أنا باش نصلي التراويح، فطرت كلش، ومن بعد كي أذن العشاء جيت نصليت، كنصلي أربع ركعات ونزيد التراويح. جيت من طام الراست باش نصلي في الجامع، جامع الجزائر. التحفة ما شاء الله، سمعنا عليها وشنا في لاتيلي وجينا نشوفوا بعينينا. رانا معسكر جينا لهنا، واليوم رانا هنا في الجزائر العاصمة، رانا جايين نصلوا صلاة التراويح، حاجة عظيمة ما شاء الله، وحاجة نفتخر بها لبلادنا. ثلة من المقرئين المتقنين المتميزين صدحت أصواتهم بتلاوات عطرة لكتاب الله تبعث على التدبر والخشوع. صراط المستقيم، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب. المقرئين ما شاء الله ودكاترة ومنهم علماء ما شاء الله، تستمتع تصلي وراهم. أنا مسلم من الصين، اسمي مبارك، في رمضان اليوم أصلي صلاة التراويح الحمد لله، أول مرة جيت هنا ما شاء الله مسجد جميل. أنا حافظ بكتاب الله عز وجل 14 حزبا، جيت اليوم إلى مسجد الجزائر من أجل أداء صلاة التراويح وسماع مقرئين كبار مثل المقرئ عبد العزيز زحيم، وأريد أن أكون مثله. تكتمل الأجواء الرمضانية بسماع صوت القرآن في صلاة التراويح، فاللهم تقبل منا الصيام والقيام واجعلنا من الفائزين، وانصر إخواننا في فلسطين. اللهم آمين. في الرياضة، تواصل كرة الريش الجزائرية تألقها في المحافل الدولية ليكون الحصاد مميزا في الألعاب الإفريقية وفي مختلف الاختصاصات بحصد 3 ميداليات، 2 منها كانت من المعدن النفيس. جانب من أجواء هذه المنافسة رصده لنا موفد التلفزيون الجزائري ياسين بوخناف إلى العاصمة الغنية أكرا. ميداليتين ذهبيتين وفضية كانت حصيلة ريادة الريشة الطائرة في الألعاب الإفريقية بأكرا. الثنائي كسيلم عمري ومدال صبري تمكنا من الفوز على الثنائي النيجيري أوبيوري وأولغوا، والنتيجة شوطين دون مقابل. هو فوز رائع، لعبنا بشكل جيد وتمكننا من الفوز بشوطين، وهذا سيمنح لنا نقاط إضافية للتأهل إلى الأولمبياد، لكن لن يكفي لحد الآن، والأمل في الحصول على نقاط أخرى في الشهرين المقبلين والتواجد ضمن 50 الأفضل عالميا. وتمكن الثنائي المختلط كسيلة وتنين معمري من إحراز الذهبية الثانية، نتيجة إيجابية، 4000 نقطة تضاف إلى رصيد الثنائي من شأنها تعبيد التاريخ لأولمبياد باريس. هذا الثنائي لعب بشكل جيد وكنا قادرين على التتويج بالذهب، وهي نقاط إضافية لتحقيق التأهل إلى الأولمبياد. نحن لازلنا في السباق في الثنائي الزوجي المختلط والزوجي الذكور. في الزوجي سيدات انهزم الثنائي تميم معمري وهالة بوكسالي في النهائي أمام ثنائي من أوغندا على نتيجة 2-0، لتتحصلن بذلك على الميدالية الفضية. مزيدا من التألق للرياضة الجزائرية، شكرا لكم على المتابعة والسلام عليكم.